بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم ولاء صلاح. قبل اي حاجة حابة اهني حضراتكم بحلول شهر رمضان الكريم، اعاده الله عليكم وعلينا باليمن والبركات ان شاء الله. وقبل ما نبدأ حابة افكر حضراتكم ما تنسوش تنزلوا تحت الفيديو دلوقتي وتعملوا اشتراك وتعملوا لايك للفيديو ان شاء الله بعد ما نخلصه. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اول حاجة من تجهيزات رمضان ان شاء الله، هنعمل مع بعض عجينة القطايف، وهنعمل مع بعض ان شاء الله الشربات برضو هنخزنه مع بعض، وهوريكم ازاي هنخزن القطايف. تعالوا نشوف مع بعض المقادير. انا عندي هنا ده كوب دقيق، وعندي هنا 1 معلقة كبيرة نشا، وعندي ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، وعندي اقل من ربع معلقه ملح، وعندي دي 1/2 معلقه صغيره خميره، وعندي هنا 1/4 معلقه صغيره سكر، وعندي 1.25 كوباية ميه دافيه. الميه يا جماعه تكون دافيه مش سخنه علشان ما تموتش معانا الخميره، الخميره بتموت عند درجه حراره 60. انا مستخدمه كميه سكر قليله علشان العجينه اما نيجي نحمرها ما تحمرش معانا بسرعه وتاخد وقت في التحمير وتقرمش. برضو ما رضيتش ادخل لبن بودره علشان برضو ما تحمرش معانا بسرعه. عجينه القطايف سهله جدا، هنحط كل الحاجات دي على بعض وهضربهم في الخلاط او نضربهم بالهاند بلندر او ممكن حتى بالمضرب اليدوي، بس لازم نتاكد ان ما فيش فيها اي تكتلات. انا هحطهم دلوقتي على بعض وهضربهم بالهاند بلندر وارجع لكم تاني. انا عندي ضربت العجينه بالهاند بلندر او تضربوها بالخلاط لحد ما بقت عندي بالشكل ده متجانسه، مفيش فيها اي تكتلات من الدقيق. شايفين عجينه سايله، هي عجينه القطايف بتبقى كده، بتبقى عجينه سايله غير عجينه لقمه القاضي. عجينه لقمه القاضي بتبقى تقيله، دي عجينه سايله. في انواع من الدقيق بتشرب ميه شويه، فممكن لو استخدمتوا 1.25 كوباية وحسيتوا ان هي تقيله مش سايله ممكن تزودوا 1/4 كوباية ميه كمان لحد ما توصلوا للقوام ده، بس ان شاء الله المقدار ده هيكون معاكم مظبوط ان شاء الله. هسيبها بقى في مكان دافي تخمر وبعدين نكمل مع بعض. لو عندكم الجو بارد ممكن تشغلوا الفرن دقيقة واحدة بس لحد ما يبقى فاتر بس كده، وبعدين تطفو وتحطه في العجينة تخمر. لازم العجينة عشان تخمر كويس لازم يكون مكان مظلم ورطب، يعني الأفضل تغطوها بفوطة مبلولة وكمان تحطوها في مكان مظلم يعني جوه الفرن وتقفلوا عليها، بس طبعا ما يكونش شغال، اتأكدوا ان هو يكون مطفي. في أي دولاب عندكم تحطوها في مكان مظلم. هسيبها بقى تخمر ونرجع نكمل مع بعض. تعالوا بقى معايا عقبال ما العجينة بتاعتنا تخمر نعمل مع بعض ونتعلم مع بعض ازاي نعمل الشربات من غير ما يسكر مننا، وفرصة كمان نخزنه لرمضان. لو انتم من الناس اللي بتحبوا تعملوا حلويات شرقية كتير انصحكم تعملوا الشربات وتخزنوه في التلاجة، هينفعكم كتير في رمضان احسن ما كل لما تيجوا تعملوا وصفة تعملوا لها شربات لوحده. المفروض الشربات بتاع المقالي يكون شربات تقيل، يعني لو استخدمنا كمية سكر نستخدم 1/2 مية، بس انا مش بحب صراحة الشربات التقيل لانه بيلزق عليها وبتبقى مسكرة قوي ومعسلة قوي، فانا بحب الشربات يكون قوامه وسط مش تقيل قوي ولا طبعا خفيف علشان ما تطراش معانا. فانا عندي هنا دول 2 كوباية سكر، هستخدم لهم 2 كوباية مية وعصير 1/2 ليمونة. طبعا ممكن نستخدم اللي هو ملح الليمون، بس انا مرضتش استخدمه النهاردة علشان الناس اللي ما عندهاش تعرف ان هو عادي ممكن تستخدم الليمون. هنحطهم على بعض كلهم وهنرفعهم على النار
ونسيبه يغلي حوالي 10 دقايق لحد ما يبقى قوامه معايا تقيل. بس هوريكو هيبقى القوام تقيل سايل شوية، مش هيبقى تقيل قوي زي الشربات اللي هو بتاع المقالي اللي هو بيبقى عامل زي عسل النحل، لا هيبقى تقيل بس قوامه برضو خفيف سايل. انا بحب القوام ده. هعصر بقى الليمونه وبعدين مش همد ايدي ولا هحركهم ولا هعمل فيهم اي حاجه، هسيبهم يغلوا مع نفسهم على النار حوالي 10 دقايق زي ما قلت لكم لحد ما يبقى القوام معايا تقيل. من الحاجات اللي بتخلي الشربات يسكر معانا ان احنا بنقعد نقلب فيه وهو على النار ويبتدي السكر يطلع على الحواف وعلى الجناب بتاعه الحله فيبتدي يتكرمل ويرجع يعمل حبيبات سكر تاني. فعشان كده بنصحكم ان انتم ما تقلبوهوش ولا تمدوا ايديكم فيه، هتحطوا كل حاجة على بعض كده وترفعوه على النار يغلي مع نفسه حوالي 10 دقايق لحد ما نوصل للقوام اللي هوريه لكم. معلومة مهمة عايزة اقول لحضراتكم عليها، اول لما يغلي معانا بالشكل ده لازم على طول نهدي عليه النار، عشان لو سيبناه يغلي بقوة كده هيقعد برضو يطرطش على الجناب وممكن يسكر معانا، فاحنا نهدي عليه النار تماما ونسيبه يغلي براحته 10 دقايق. ممكن كمان لو احنا حابين ننكه الشربات نحط فيه قبل ما نحطه على النار عود مثلا قرفة، او نحط القشر اللي هو بتاع البرتقال يدينا نكهة حلوة فيه، او مثلا واحدتين من اللي هما القرنفل، ممكن تنكهوه باي نكهة انتوا بتفضلوها، او ممكن تسيبوه بنكهته العادية دي وهنحط له مثلا فانيلا في الاخر. انا في الاخر بعد ما اطفي عليه احط له فانيلا يبقى بنكهة الفانيلا. ممكن تنكهوه باي نكهة من دي من اللي انتوا بتحبوها. كمان نحاول، شايفين الريم اللي في الجنب ده، نحاول نشيله اول باول لو طلع علشان يبقى الشربات بتاعنا رايق ولونه حلو ما يبقاش معكر من جوه. بس دي كل المعلومات اللي حبيت اقولها لكم علشان يبقى معاكم احسن شربات ناجح ان شاء الله. انا استنيت الشربات لحد ما برد عندي تماما وبعدين عبيته في برطمانات زي ما حضراتكم شايفين، شايفين قوامه تقيل ازاي، شايفين بس وسط زي ما قلت لحضراتكم، مش القوام التقيل قوي اللي هو ايه الشربات التقيل اللي كلنا عارفينه. انا الكوبايتين عملوا معايا برطمان ونص، عملوا معايا برطمان كبير ونص صغير، شايفين تقيل ازاي معلم هنا. طبعا ما ينفعش نغطيه ولا نحطه في البرطمان غير لما يكون بارد تماما عشان ما يعملش معانا عفونه. وبكده يكون عملنا مع بعض احلى شربات وقلنا كل التكات بتاعته علشان ما يسكرش معانا. انا عندي العجينة خمرت اهي بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، اتضاعف حجمها. لازم بقى قبل ما نسويها نفضي الخمر منها، نقلبها كده بالشكل ده، شايفين سايلة بس تقيلة ازاي. هو ده القوام المظبوط بتاع القطايف. هنيجي بقى عندنا، انا هستخدم المعلقة دي علشان يبقى حجم القطايف كلها نفس الحجم، ما يبقاش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. انتوا طبعا تقدروا تعملوا الحجم اللي انتوا بتحبوه، سواء حجم كبير او تعملوا اللي هو الحجم العصافيري الصغير. تعالوا بقى نروح على النار نشوف هنسويها ازاي. تعالوا بقى نسوي القطايف مع بعض. انا عندي الطاسة هنا حطيتها تسخن وبعدين هديت عليها النار عشان القطايف بتستوي على نار هادية، علشان بتستوي من جنب واحد ما بنقلبهاش على الجنب التاني. وعندي هنا انا مجهزة صاج، او تجهزوا صينية وتحطوا فيها فوطة نظيفة عشان هنحط القطايف ونغطيها بالفوطة. تعالوا بقى نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل اول واحدة مع بعض. هاخد مقدار بالمعلقة بتاعتي وانزل كده واسيبها هي بتفرد لوحدها، احط واحدة تانية، شايفين ابتدت تعمل الفقاعات ازاي. ده علشان البيكنج باودر اللي احنا حاطينه هو اللي مخليها تعمل الفقاعات زي بتاعت بره. حط واحدة كمان هنا، هوريكم بقى بنقلبها امتى. لما السطح اللي فوق بينشف تماما من العجين
ساعتها تبقى جاهزة ان احنا نشيلها من على النار. ما بتتقلبش على الناحية التانية، بتستوي بس من جنب واحد. شايفين دي ابتدت تنشف اهي من الاطراف، بس لسه النص عجين، فعشان كده مش هقدر اشيلها، لازم استنى لحد ما تنشف من العجين تماما وبعدين نشيلها مع بعض. شايفين دي عندي نشفت تماما من السائل، اقدر دلوقتي اشيلها. شايفين، عايزة اوريكم بس شكلها من تحت عامل ازاي. شايفين واخدة لون احمر خفيف، هو ده اللون اللي انا عايزاه، يبقى كده تسويتها مظبوطة والنار عليها كويس. احطها بقى هنا على طول واغطي عليها بالفوطة عشان تحافظ تبقى طرية. دول كمان نشفوا عندي اهو، هشيلهم كلهم واحطهم في الفوطة، بس نراعي ان احنا ما نحطهمش فوق بعض، نحطهم جنب بعض. شايفين، نحطهم جنب بعض كده، ما نحطهمش فوق بعض. ولو الصينية مش مكفية ونيجي هنحط دور تاني، نحط فوق بعض من الناحية دي، ما نحطهمش في وش بعض من الناحية دي عشان هيلزقوا في بعض ومش هتعرفوا تشيلوهم. حاولوا تعملوا في صينية واحدة كده او في صينيتين لو مش هتعرفوا ان انتوا تحطوهم فوق بعض من غير ما يلزقوا، عشان بيلزقوا جامد في بعض. انا بقى هسويهم كلهم بنفس الطريقة دي وبعدين نرجع نكمل مع بعض، بس لازم تحافظوا عليهم ان هم يفضلوا متغطيين عشان ما ينشفوش معاكم. هي اول لما بتطلع بتحسوا انها مقرمشة شوية من تحت، بس اول لما بتحطوها في الفوطة بتطرى وبتبقى كويسة جدا. تعالوا بقى اما اوريكم انا سويت كمية القطايف بتاعتي كلها. شايفين ما شاء الله كوباية الدقيق عملت قد ايه. انا طبعا عاملة مقدار صغير علشان اشجعكم انكم تعملوها. عايزة اوريكم، شوفوا هي طرية قد ايه. شايفين جميلة ما شاء الله، وواخدة لون حلو معايا. انا بحب اديها اللون الاحمر الخفيف ده علشان تتحمر براحتها في النار. تعالوا بقى نشوف افكار الحشوات. طبعا نغطيها تاني علشان تفضل طرية معانا. احنا طبعا ممكن نحشيها حادق او حلو، ممكن تحشوها حادق بلحمة مفرومة او جبن حادقة او جبن مشكلة براحتكم. ممكن نحشيها حلو، انا عندي هنا مكسرات مع جوزة الهند وحطيت عليهم رشة قرفة ومعلقة صغيرة عسل نحل وفركتهم مع بعض علشان الحشوة تبقى ماسكة مع بعضها. عندي هنا دي جبنة موتزاريلا، هنحشيها جبنة موتزاريلا وهنسقيها في العسل، بتبقى يا جماعة جميلة جدا وهي سخنة، بتبقى عاملة زي الكنافة بالجبنة كده. وعندي ده تمر مقطعاه قطع صغيرة وحط عليه برضو رشة من القرفة. انتوا ممكن طبعا تستغنوا عن القرفة في حشوة المكسرات وتحطوا مكانها مية ورد او مية زهر، او ممكن ما تحطوش حاجة خالص براحتكم. تعالوا بقى نشوف هنخزنها ازاي. احنا لازم علشان نخزنها لازم نخزنها محشية، ما ينفعش خالص نخزنها زي ما هي كده. طبعا مش هنعرف نلفها لما تطلع ومش هتلزق خالص معانا ومش هتبقى حلوة خالص. لازم نحشيها دلوقتي ونقفلها كويس ونشيلها في الفريزر محشية، تفضل معاكو ان شاء الله شهر شهر واكتر، ما بيجرالهاش حاجة، وتطلعوها تفك وبعدين تقلوها على طول. انا هوريكم بقى هنحشيها ازاي. تعالوا بقى نشوف، هناخد واحدة من القطايف عندنا بالشكل ده، وانا هاخد مثلا لو نقول حشوة الجبنة، هاخد مثلا شوية من حشوة الجبنة احط شوية في النص. حاولوا بقى تقفلوها كويس بالشكل ده، شايفين هي اصلا بتلزق معانا كويس. حاولوا ما تكتروش الحشوة قوي عشان تعرفوا تقفلوها كويس. شايفين، واعيد عليها تاني، اتأكد ان انا قفلتها من كل النواحي عشان الجبنة ما تسيحش معايا في الزيت. شايفين بالشكل ده، وهنرصها بقى في طبق فل عشان تعرفوا تخزنوها في الفريزر، وهنرصهم جنب بعض مش هنرصهم فوق بعض علشان ما يلزقوش في بعض في الفريزر بالشكل ده. هاخد ممكن تحشو بقى اي حشوة تانية. عايزة بقى اوريكم شكل تاني لو مش عايزين تحشوها، شكل المثلث. بندخل صباعنا كده ونقفل عليه مثلث ونقفله كده من تحت، بس بنقفلها لحد نصها بس، بتبقى معايا شكل القرطاس كده. بنحمرها زي ما هي وبنحشيها بقشطة، بكريم شانتيه، بكريمة النوتيلا اللي هي الشوكولاتة، بتبقى حلوة جدا وشكلها حلو جدا. انا بقى هكملهم كلهم بالشكل ده وبعدين نرجع نكمل مع بعض. هقللكم منهم كام واحدة ونشوف هنقليهم ازاي. انا عندي حشيت كمية من القطايف، تعالوا بقى نحمر كام واحدة مع بعض. انا عندي حطيت زيت على النار، لازم الزيت يكون سخن جدا قبل ما ننزل بالقطايف عشان ما تفكش مننا في الزيت.
انزل بواحدة كده اجرب. اه سخن معايا اهو. لازم اسيبهم ما اقلبهمش خالص غير لما يتحمروا من الناحية الاولى، وبعدين اقلبهم على الناحية التانية. اتحمرت من الناحية الاولى اهي، اقلبها بقى على الناحية التانية. شايفين اللون الذهبي الجميل ده؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه. اللي حابب يحمر زيادة شوية عن كده يحمر، بس انا بحب لونها ذهبي كده. هحمرها بقى كلها وبعدين اوريها. ودي شكل القطايف بتاعتنا معانا بعد ما حمرناها. شايفين قد ايه شكلها جميل؟ عايزه اوريكم كمان قد ايه هي مقرمشه. سامعين القرمشه بتاعتها حلوه ازاي؟ دي اللي بالعجوه. عايزه اوريكم واحده كمان من اللي بالجبنه. شايفين عامله ازاي؟ شايفين اللي بالجبنه بتمط ازاي؟ طعمها جميل يا جماعه وهشه جدا. بتمنى تجربوها وتعجبكم، ويخليكم في البيت واعملوا احسن قطايف في البيت، بالنظيفة ومقرمشة واحلى من بتاعت برا بكتير، بجد هتعجبكم. وهنا القمع اللي هي شكل القمع انا حشيتها بالشوكولاتة. وده الشربات اللي احنا عملناه مع بعض. زي ما قلتلكم عبيته في برطمان لما برد، انا سقيتها بالشربات البارد وهي طالعة سخنة من القلي. هي سخنة والشربات بارد. طبعا زي ما قلنا الشربات بتاعها بيكون تقيل، بس انا بحبه يكون وسط شوية، مش تقيل قوي ولا طبعا خفيف قوي، اللي هو قوام وسط نعرف نقلبه فيها او نصبه عليها. بتمنى القطايف بتاعتي تعجبكم وتنور رضاكم. ولو عجبتكم وصفتي النهاردة ما تنسوش تعملوا لها لايك وشير وتعملوا سبسكرايب على القناة عشان يوصلكم كل وصفاتنا الجديدة. وكل عام وحضراتكم بخير.